لما بشوف البنات سوريا وبنات اللاجئات مخيم الزعتري عم بتزوجوا وهم أصلاً تحت السن المناسب، فيعني عم بيخليني إني أحس بالرعب وما أحسش بالأمان، إنه حتى بنات بلدي ممكن إنهم يروح مستقبلهم أو يتدمر. هذا الشيء طبعاً مش هأقبل فيه. هسا في بنات مقتنعات إنه الزواج المبكر هو إشي رائع، إنه والله تلبس بدلة العرس وتحط مكياج، وهاي أول ليلة راح تفرح والثانية راح تفرح والثالثة والعشرة كمان، بس بعدين شو مصيرها راح يصير فيها؟ وشو راح يصير بمسؤولياتها؟ هاي الأشياء النشاطات اللي أنا بعملها للبنات للأهل وللبنات، حتى إني أساعدهم إنهم يبنوا مستقبلهم. مرام، معلش شحن صورتك. أنا بحس بابا إنه كتير فخور فيني صراحة، هو اللي بيعطيني الشجاعة إني أحكي وأتكلم وأكون متكلمة، يعني لما بحس في تشجيع منه ومن ماما بحس بالقوة وإني لازم أحكي ولازم أدافع عن حقوق البنات.